حديث الشبكة من جديد وعدد آخر نعرض لكم فيه أهم ما راج في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة. معكم باريس لدين ومواضيعنا الرئيسة اليوم. إيران ترد على عملية اغتيال قاسم سليماني والشبكة تكمل الحرب الإعلامية بين واشنطن وطهران. هل الشخص الذي قتل في منزل الفنانة نانسي عجرم لص أم عامل جاء ليطالب بحقه؟ رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينقسمون حول الحادثة. بعد أن ننهي من هذه المواضيع الرئيسة سننتقل إلى وسوم الشبكة لهذه الحلقة ومن ثم إلى نجم الشبكة منهينا برنامجنا مع الأشرطة المصورة الأكثر انتشارا في الأيام الأخيرة. سيشارك في الحديث عن هذه المواضيع زميلي الصحفي في آي 24 نيوز عمر ربيع. أهلا بك. أما الآن نبدأ مع فقرتنا الأولى. مواضيعنا الرئيسية نفتح بموضوع الرد الإيراني على القوات الأمريكية بعد مقتل أو اغتيال قاسم سليماني. الشبكة تعلق على الموضوع. بداية نبدأ مع السياسيين عمر وماذا يكتبون بطبيعة الحال. يعني وزير الخارجية الإيراني بدأ بتغريدته جواد ظريف: اتخذت إيران إجراءات متناسبة في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من قاعدة استهداف ميثاق الأمم المتحدة التي بدأ منها الهجوم مسلح الجبان ضد مواطنينا وكبار المسؤولين. نحن لا نسعى لتصعيد أو الحرب لكننا سندافع عن أنفسنا ضد أي عدوان. ما لفت نظري عمر هنا أن التغريدة يعني كأنها تقول أن يعني نحن أيضا تقول أن لا نريد حرب، ومن ناحية أخرى تبرر هذا الرد بموجب مادة معينة من القانون الدولي. إذن هم يعني نوعا ما خائفون من الرد الأمريكي ويريدون شرعنة عمليتهم. ليس هذا بالضبط، وإنما إيران تحاول أن تصور نفسها بأنها هي ملتزمة بالقانون الدولي. هي نعم. ليست عدوانية، هي ليست يعني لا تقوم بعمل ولا تخالف القوانين الدولية، لا بالعكس هي ملتزمة بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية، وهي تريد أن تصور بالجهة الأخرى أن الولايات المتحدة هي من تنتهك القانون الدولي وهي من لا تلتزم بالشرعية الدولية. ومحمد جواد ظريف في هذه التغريدة يقول أن إيران يعني ردت على اغتيال سليماني وكفى، نقطة. لا يوجد يعني بالنسبة إلينا الرد هو من ورائنا، هذا التصعيد من ورائنا، نحن ضربنا القاعدة التي تم استهداف قاسم سليماني منها وانتهى الموضوع، ونحن لا نريد التصعيد. ولكن في الجهة المقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني قلل من شأن هذه يعني من هذا الرد، وكتب تغريدة على تويتر يطمئن الأمريكيين ويقول في تغريدته، يقول: كل شيء على ما يرام، صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق، تقييم الخسائر والأضرار يحدث الآن، وحتى الآن التقييمات جيدة جدا، لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزا جيدا في أي مكان في العالم إلى حد بعيد، سأدلي ببيان صباح الغد. يقول أدلى بهذا البيان. هذه كانت تغريدته لحظة يعني وقوع الحادثة. وهنا نرى يعني أن يعني هناك أكثر من رواية على موضوع الموالين لإيران، وإيران نفسها تقول أن هناك عشرات القتلى من الجنود الأمريكيين. الأمريكيين من جهة أخرى ودونالد ترامب بطبيعة الحال يقول أن لا يوجد هناك أي خسائر بشرية، وحتى أن الخسائر الغير بشرية هي ضئيلة جدا وهامشية بطبيعة الحال. الحرب الإعلامية مستمرة ونريد مشاهدة الشريط المصور هذا الذي أطلق على يد جهات تابعة لإيران التي تريد أن تخيف أو تري العالم العملية بصورة أوضح. این تصاویری از تونل موشکی ماست، موشک هایی که پایگاه آمریکایی ها رو شخ زد. نعم، إذن يعني واضح أن إيران مهتمة بأن تضخيم العملية، وطبعا يعني تري العالم بأنها ترد
على أمريكا. بالطبع، وهذا محور إيران أيضا قام بنفس الأمر، وحتى من هؤلاء الأشخاص من قال أن يكفي إيران شرف الرد، يعني مجرد أن ترد إيران بعيدا عن يعني حجم الرد هو بحد ذاته إنجاز. أحد هؤلاء هو علي رضا سبيتي الذي كتب على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي يقول: مجرد إرسال الصواريخ والقبول بها دون رد، وإن افترضنا أنها دون متفجرات أو فرضنا حتى مليئة بالورود والرياحين، سابقة لم تسجل في تاريخ الجيش الأمريكي الذي يعتبر أو يعتبر أن من استطاع اليوم أن يرسل صواريخ الورد والرياحين قادر في الغد أن يرسل صواريخ الدمار والقتل بأعداد أكبر، ومع هاشتاج القاعدة الأمريكية في العراق وهي عين الأسد. نعم، عين الأسد، هذا الهاشتاج أيضا انتشر بشكل كبير. هنا بدر بداح المشعان يتحدث عن هذه العملية ويقول أن هذا سيناريو مختلق، وكأنه القصة باختصار هي فيلم إيراني بإخراج أمريكي تم إنتاجه في هوليوود، هي قصة إطلاق صواريخ الإيرانية على مطار عين الأسد في العراق، والتي أخطأت أهدافها لحفظ ماء وجه إيران بعد مقتل سليماني. هذه الكلمة المفتاح، حفظ ماء وجه إيران، هو ما تريد أن ما تريده إيران في نهاية الأمر. شخصياً أستبعد أن تكون هذا يعني فيلم من أخرى، هناك عداء يعني حقيقي بين أمريكا وإيران، ولكن طبعاً إيران هي دولة يعني إذا ما قورنت مع الولايات المتحدة فإنها ضعيفة، وبالتالي فإن الرد كان يجب أن يكون محدوداً لكي لا تنزلق الأمور وتخرج عن السيطرة. أما محمد السداني فذهب يعني وتساءل قائلاً: هل يصدر العراق بياناً يستنكر انتهاك إيران سيادته بالعملية الأخيرة على القاعدة؟ والجواب هو نعم، يعني رئيس الحكومة العراقي عادل عبد المهدي تلقى أولا اتصالا هاتفيا من إيران قبيل الهجوم على القاعدة في بغداد، وأيضا اليوم قرأت في الصحافة أن يعني العراق احتج أمام إيران على انتهاك سيادته التي يعني سيادة منقوصة، والأحداث الأخيرة أثبتت ذلك. نعم، بطبيعة الحال. إلى هنا كنا مع موضوعنا الأول عمر، الآن ننتقل إلى قصة أخرى، قصة ثانية من لبنان، ويعني هناك جدل حولها في مواقع التواصل الاجتماعي. نانسي عجرم، شخص ما دخل إلى بيتها، هناك من يقول أنه لص أراد أن يدخل ليسرق من هذا المنزل، ومن جهة أخرى هناك من يقولون أنه صاحب حق عامل سوري الجنسية دخل إلى المنزل لكي يطالب بحقه. تنقسم الشبكة حول الموضوع، نريد أن نشاهد ما هي رواية العائلة من كلام زوج نانسي عجرم الذي كان هو الشخص الذي أطلق النار على هذا الشاب السوري. هون طلع الدرج صح، هون ما معه شيء بإيديه، فاتح نسمان حرطقة هون، هيدي قديش أي ساعة كانت؟ أنا سمعت حرطة، أجيت لشوف شو الموضوع. سيكون تويت حتى بعده. إيه ما هو بعده. جيت لهون أنا، عرفت؟ بعده رجع فات، هلا بدي يحمل جزدين نانسي هلا. هلا برجع بفوت بيحمل جزدين نانسي، بعده عم نبش. هو فات لجوا رجع طهر رجع فات. إيه. حمل شيء كمان جوا، في كمان جوا، بس انا ما بدي، قلت له للشباب اللي بدي اخذها، قلت له هيدي نانسي بتبقى عم تلبس صور من الساعه 1:30 بالليل. ايه فيك تشوف شو عم بيعمل جوا. بس انا 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 ناسي الباس تبعها. لا لا مش هيك، انا جيت هون شفته لقط الكرسي دغري لاشب، او سحب علي الفرد، احط الكرسي بارضك، حط الكرسي بارضك، كب الكرسي لهونيك، لك جزئين بايده شفته، فوت لجوا، لحقنا لجوا، اعطيني مصاري، اعطيته مصاري من الجاكيت، وين الذهب وين الذهب، ما تجبرني اذيك استفادي، عيط لمرتك هلا، جيب مرتك هلا. اجوا كان الشباب دقتوا نانسي، اجوا هجم عليهم هو دغري هلا، ليك شو بصير، عم بنفشوا عليه شوف شو القصه. اجا هو طلع بوجهه علو ايديهم دغري، قال لهم اوعى يتحرك ورجع لورا، فلا هنيك. اجا احمد قال لي انا كنت عم اجيب الفرد، قال لي حوفت عوده الاولاد، ساعتها انا جنيت خلص، رحت عليه كاميكاز، بدي شقفه وتشقيف يعني حتى لو بده يقوصني. يا حي رحت انا عليه هون، طلع بوجهي هون دغري، سحب عليه الفرد، صفقته. هيدي هي. نعم، إذن هذه كانت رواية العائلة، لكن هناك من يوجد لديه وجهة نظر أخرى.
طبعا وهذه الحادثة يعني توضع بسياق يعني الأحاديث التي تتحدث عن سوء المعاملة الذي يتلقاها اللاجئون السوريين في لبنان. هناك العديد من الأشخاص الذين يتهمون اللبنانيين بأنهم عنصريون ويعني يميزون ويسيئون معاملة اللاجئ السوري، بل ويستغلون ضعفه وقلة حيلته إزاء الحرب الدائرة في لبنان. نعم في سوريا، عفوا في سوريا. نعم دكتور سوزان هنا تتحدث عن موضوع، تكتب: طبيبة الأسنان زوج نانسي عجرم قتل سوريا ب14 طلقة ادعايا أنه لص، والحقيقة أنه يعمل عندهما، وجاء يطالبهما براتبه لأنه يعمل ولا يأخذ أجره. هذه صورة القتيل وأطفاله. إذن وعلى الجهة الأخرى نوال بر تكتب وتبرر يعني طبعا وتدعم عائلة أو زوج ناس، تقول: الله لا جربنا، فايت يسرقوا معه سلاح مش ليتسلى فيه، حمله ليستعمله إذا اضطر، فات على غرفة بنات صغار مع سلاح، لو بيهن عمل أقل من هيك كنا قلنا عنه جبان، يلي عمله البي أقل واجب كان ليحمي بناته من مجرم مسلح فات على غرفتهن، ما بدها كتير فلسفة الخبرية. تقول نعم نوال بري هي الداعمة طبعا للعائلة. ومن ناحية أخرى الصفحة الشهيرة عديلة الصفحة على تويتر وأيضا على إنستغرام تكتب: صار الواحد إذا تعرض لمصيبة بده يطلع عليه حكي وناس تيجي تتفلسف شو لازم كان يعمل وشو ما كان لازم يعمل، مع الأبعاد المورائية والجيوسياسية للموضوع. دكتور فادي زوج نانسي عجرم بطل، وانتو خبثاء بلا نفع قاعدين تكبوا غباءكم من وراء تلفوناتكم. اذا هي غاضبة جدا هذه الصفحة على كل الانتقاد الذي يطول الزوج نانسي عجرم والعائلة بشكل عام. نانسي بنفسها ايضا تحدث عن الموضوع، ولكن قبل ذلك وفاء زبيدات ايضا كتبت تغريدة. ايضا يكتب على صفحته يقول: قتلوا ابني، حركوا قلبي عليه، ام محمد والدة الشاب الذي قتله زوج مع اقتباس الفنانة بين قوسين نانسي عجرم، توضح كذب وتزوير نانسي وزوجها وقتلهم للشاب محمد الذي لم يكن لصا بل عاملا في حديقة منزلهم بعد أن امتنعوا عن إعطائه مستحقاته المالية. لا تتركوا إم محمد لوحدها، يقول وائل عبد العزيز. نعم هنا أرفق وائل عبد العزيز أيضا يعني نوعا من التسجيل الصوتي لمقابلة أقامتها إحدى وسائل الإعلام مع أم هذا الشاب، يعني بطبيعة المزعوم يجب أن نقول أننا لا نعلم إن كانت هذه القصة بالطبع، ولكن حتى ولو كان يعني لص يعني كان هناك إمكانية أعتقد أن يطلق زوج نانسي النار على قدميه ويصيبه لا أن يجهز عليه ويقتله. هناك يعني محاكمة، هناك عدالة، هناك يعني قوات أمن، يعني استطاع أن يطلق الرصاص على يعني أطرافه أن يصيبه بحيث يعني يحيده ولا ويشل حركته ولا يجهز عليه ويقتله. الملفت للنظر هنا أن يعني أيضا وسائل الإعلام اللبنانية وأيضا فنانين لبنانيين وفنانات لبنانيات تحدثوا عن اللص سوري الجنسية، يعني أرادوا أن يوضحوا هذه النقطة أنه سوري الجنسية. من الممكن أنهم يعني بسبب أنهم مستضعفون في لبنان، هذا ما أرادوا توضيحه وكانه تبرير معين لقتل شخص معين. لا يفعلون مثل هذه الأمور. نعم هنا وفاء زبيدات تتحدث عن الموضوع، تقول: نانسي عجرم المؤيدة التي لم تحمل أي موقف ورسالة اجتماعية وسياسية هي المثال الحي على الإفرازات الفنية التي قد تحمل النفوذ لقتل إنسان دون محاكمة عادلة. خصمك العديد أيضا من الميمز والأنيكات والعديد من يعني الأمور الضاحكة التي رأيناها على مواقع التواصل الاجتماعي بهذه القصة. ننهي مع ما قالته نانسي عجرم بنفسها: بشكر كل شخص اتطمن عني وعن عائلتي، الله لا يجرب حدا وما يحط حدا بهيك تجربة صعبة، ويبعد عنكم وعن عائلاتكم كل خطر. إلى هنا وصلنا لنهاية هذه الفقرة، ننتقل الآن لفقرة التالية وسوم الشبكة. نفتتح وسوم الشبكة مع وسم من الخليج عبد الله النفيسي، يتحدث هنا هذا الوسم عن كل قضية الحرية بالتعبير التي تحدثنا عنها كثيرا ومطولا على مواقع التواصل الاجتماعي في السابق. عمر، إذن الأزمة الخليجية بين البيت الخليجي الواحد مستمرة، الكويت التي كانت وحافظت والتزمت بالحياد طوال هذه الفترة رسميا طبعا. هناك عبد الله النفيسي هو يعني سياسي وأيضا عضو برلمان سابق في مجلس الأمة الكويتي، ومعروف بعدائه الشديد لإيران وأيضا لإسرائيل.
يعني قام بمهاجمة يعني الإمارات العربية المتحدة، وقال إن يعني إسرائيل هي من تتحكم بالإمارات بشكل غير مباشر. عبر التغريدة القديمة يجب أن نقول دكتور عبد الله أنفيسيا، تغريدة محمد دحلان هو الذي يحكم الإمارات وإسرائيل تحكم محمد دحلان. فكر فيها بعمق، أراد اتهام محمد دحلان أو الإمارات بشكل عام أنها يعني مسيرة على يد إسرائيل. هذه التغريدات القديمة أعاد نشرها حديثا، وهذا أتى بعد طلب من الإمارات بمحاكمة عبد الله النفيسي. طبعا، وعبد المحسن المسوى يقول تقدمنا اليوم يعني يهاجم هو ويناوي عبد الله النفيسي، يقول تقدمنا اليوم بشكوى للنائب العام ضد عبد الله النفيسي، وذلك عن إساءة لدولة الإمارات الشقيقة والتعرض لحكامها مما يسيء إلى العلاقات السياسية. نعم، وهنا يعني أتى الحديث عن حرية التعبير وحرية الانتقاد. بطبيعة الحال زياد بالفايد هنا يكتب لماذا لم يحاسب على هذه التغريدة طيلة السنوات الماضية إلا بعد برنامجه الأخير، يعني وكانهم يعني استيقظوا فقط بعد هذا البرنامج. بندر يكتب بالعربي مش عشان شكوى الإمارات، هم قالوا الإمارات علشان يتحول غضب الشارع الخليجي والعربي على الإمارات وتطلع الحكومة الكويتية من الموضوع. بالعربي المشرمح ما بل كلامه في صندوق الأسود، والإمارات بسحبها القضية تكسب وتضرب عصفورين بحجر، عصفور العفو عصفور توجيه الغضب من جهة أخرى. لديه تحليل معين لمثل هذه الحادثة. بالطبع، وأدهم القحطاني يعني يرفق صورة في منشور أو تغريدته يقول ضبط وأحضار دكتور عبد الله النفيسي إجراء لا طابع سياسي له، هو إجراء تصدره المحاكم في الكويت يوميا حين تطلب حضور أي شخص لإحدى الجلسات ويمتنع. من الواضح أن محامي دكتور عبد الله لديه علم بطلب المحكمة حضور النفيسي، ولا نعرف لماذا لم يتم الالتزام بهذا الإجراء يتساءل. يعني دائما ما نسمع في يعني عندما يكون هناك علاقة للسياسة بالموضوع ويكون علاقة للقضاء من جهة أخرى، المحاسبة القضائية للسياسيين أو لأشخاص يعني ناشطين سياسيا، دائما ما يعني يحاولون وكأنه تغيير الرأي العام بما يتعلق بأن القضية لا يوجد لها علاقة في السياسة، برغم أننا نعلم أن السياسة لها علاقة في كل شيء. ممكن أن تكون لها علاقة أيضا في موضوعنا القادم عمر، لأن محمد صلاح ورياض محرز هذان الهاشتاجان انتشرا بشكل واسع بعد أن كان هناك أخبار حول عدم قدوم أو يعني عدم نية محمد صلاح ورياض محرز القدوم إلى كأس أفضل لاعب في أفريقيا. إذن في الغردقة في مصر أقيمت الاحتفالية لتوزيع الجوائز للعام المنصرم الذي انتهى العام 2019. نعم. والاتحاد الافريقي لكرة القدم وزع هذه الجوائز، ورأينا يعني منتخبات منتخب الجزائر وأيضا شخصيات ورياضيين عرب من افريقيا وهم يتقلدون بعض الجوائز، ومحرز كان يعني حصل على جائزة افضل هدف. نعم. اما محمد صلاح فقد يعني خرج خالي الوفاض من هذه الجوائز ولم يستلم اي جائزة. نعم، وهنا يعني الغضب جاء على عدم حضورهم إلى هذا الحفل. أحمد العمدان يكتب هنا لماذا لم يحضر كل من المصري محمد صلاح وجزائري رياض محرز، أريد إجابة مقنعة، يتسألون يريدون إجابة. يرفق هنا صورة اللاعب المرجح أن يحصل على هذه الجائزة، وكأنه يريد أن يقول أن محمد صلاح يعني لا يريد الحضور إذا لم يحصل على هذه الجائزة. بالطبع، وسليمان يقول العام كنت في بلده وأخذت الجائزة وكان مبسوط لك ويرقص معك، وش اللي تغير بالضبط؟ يعني هنا يرفق صورة هذا اللاعب المفترض أن يحرز على الجائزة وجائزة محمد صلاح معه وأيضا في بلده، هو في بلد هذا اللاعب. نعم، ويعني يرقص مع محمد صلاح، ولكن محمد صلاح الآن لا يريد القدوم. يعني لا يوجد رد رسمي من محمد صلاح حول هذه القضية، فيعني الموضوع ما زالت عليه علامة استفهام، ولكن الشبكة تعلق عليه حاليا. ميلود بوطالب يتحدث عن هذه النقطة، يقول مجرد رأي، يطرح رأيه في هذه القضية، يقول غياب كل من محرز وصلاح عن حفل جائزة أحسن لاعب أفريقي هو تصرف غير لائق من لاعبين كبيرين، لهما تأثير على متابعي كرة القدم، حيثما المفترض أن يستجيبوا لدعوة الكاف ويشاركوا النجم ماني فرحته بالتتوج باللقب، فكيف للاعب أفريقيا
للاعبي افريقيا اسف انهم يدعون العنصريه وهم يعطون الفرصه لغيرهم. هذا ما يقوله هنا. يجب ان يقوموا بالفرح مع ماني من جهه طبعا. والرياضه هي يعني يجب ان تكون فيها او الشرط الاساسي لها هي الروح الرياضيه وتقبل الهزيمه. القدم يعني تكافح هذه العنصريه الموجوده بالطبع. حسين اسماعيل يقول او يكتب على صفحته في تويتر يقول انا شايف انه لو الحفل كان اقيم خارج مصر كان ممكن صلاح يحضر، لانه بحضور صلاح هيبوظ الحفل على علي ماني، لانه الاضواء كلها هتبقى مسلطه عليه وكله بيحتفي بيه وعايز يتصور معاه وهيكرفوه طبعا كده وهينسوا ماني خالص. وكمان اظن انه صلاح ما بكاش عنده نفس يجي مصر اصلا. هو يبرر لمحمد صلاح بهذه الطريقه، يقول انه لا يوجد لديه نفس ان يقدم الى مصر، وحتى لو جاء افضل ان لا ياتي كي لا تسلط الاضواء عليه بدلا من تسليط الاضواء على ماني. اي وصلنا الى نهايه هذه الفقره، انتقل الان الى فقره نجم الشبكه. فقرة نجم الشبكة نتحدث عن عارضة أزياء غير اعتيادية أرادت أن تساعد الحيوانات والحرائق أو إخماد الحرائق في أستراليا. نتحدث عن كايلين وارد وهي أمريكية الجنسية أسترالية الجنسية. يعني طريقتها الغريبة بشكل كبير هي أن تطلب من المستخدمين أو من يعني المتابعين أن يتبرعوا، يرسل لها أي إثبات حول هذا التبرع ب10 دولارات على الأقل، وتقوم هي بإرسال صورة لها لهم وهي عارية. بالطبع وهي عارضة أزياء، ولكن ليست عارضة أزياء عادية بل إنها عارضة أزياء عارية، أي أنها تعرض يعني وهي عارية، وبالتالي فإنها فتحت أو أطلقت حملة إغاثة للحرائق في أستراليا، ونحن نشهد هذه الحرائق الكبيرة التي أتت على أستراليا وأدت إلى نفوق العديد من الحيوانات واستقطب ذلك تعاطفا عالميا. والحملة كانت واضحة، أرسلوا إلى 10 دولارات مقابل ستكون هناك ضيعها بالطبع للحرائق، وانا يعني ارسل لكم على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام صوره لعاريه خاصه، يعني فقط لكم هذه الصوره. وهذه الحمله يعني كان لها اقبال واسع. سوف نتحدث عن المبلغ الذي وصلت له على الاقل حتى امس، لا اعلم ماذا هو الان. The Naked Philanthropist هذا هو اسمه على تويتر، اعتقد انها غيرته حديثا. تقول انا ارسل صوره عري الى كل شخص يتبرع على الأقل بمبلغ 10 دولارات لجمع تبرعات لحرائق الغابات في أستراليا. كل 10 دولارات تتبرع بها يساوي صورة عري واحدة مني لبريدك الخاص. يجب أن ترسل لي تأكيدا أنك تبرعت. بالطبع، وهذا الأمر يعني أحدث ضجة كبيرة في بين مؤيد ومعارض، ولكن العديد يعني كانوا مؤيدين لهذه الحملة. كشاي غراي يكتب على صفحته أو تكتب تقول لا يوجد طريق مختصر، أنت تفعل ما تستطيع للمساعدة، جلبت مبادرتك الوعي في غضون ساعات قليلة أكثر مما فعلت الأخبار طوال الأسبوع، هذا يبدو جيدا بالنسبة لي. ربما أنها فعلا محقة هذه المبادرة، يعني كل أتت بكل الوعي. يستطيع أن يدعم عبر الموقع الذي هو موجود فيه فهو مرحب به. نعم. لايت هنا تكتب على صفحتها لست هنا للحصول على صور عري، لكن أردت أن أقول إن الروابط التي وضعتها جعلت من سهل معرفة مكان التبرع، شكرا لك لوضعهم جميعا معا، أنت رائعة ولا تأبهي لما يقوله الناس، إنك تلهمين الخير فينا جميعا. هي وضعت كل الروابط للتبرعات في مكان واحد بشكل منظم، وهذا ما سهل عملية التبرع. وأيضا هي بنفسها أمس تحدثت عن الموضوع، كتبت هل كنتم ستصدقون إذا قلت لكم أننا جمعنا نحو مليون دولار. وأيضا العديد من الممثلات الأخريات، أيضا ممثلات في ممثلات إباحيات أيضا قاموا بالانضمام إليها في هذه الحملة، ويعني على نفس النمط.
بالطبع. وسمعت أن هذه الحملة أوقفت من شدة الضغط، هناك العديد من الأشخاص الذين يرسلون لها يعني يصورون الاستمارة بأنهم تبرعوا 10 دولارات، وهي فهناك يعني ضغط على بريدها الإلكتروني، وبالتالي فأنهم أوقفوا هذه الحملة بعد نجاحها الكبير. حسابها في إنستغرام أيضا أوقف بسبب يعني اعتراضه مع سياسة إنستغرام، ولكنه ما زال موجودا في تويتر. الآن لنستمر إلى فقرتنا التالية، فقرة الأنشطة المصورة لك خليتي شغل. على الرغم من الاستياء الكبير في منطقة تل أبيب من الأمطار الغزيرة والبنية التحتية، هناك من وجد فرصة للهو، لنشاهد. يعني يبدو أنه سعيد جدا بهذه الأمطار. نعم، شكرا لك عمر ربيع على تواجدك معنا في هذه الحلقة. نتمنى أن نكون قد عرضنا لكم أحداث هذا الأسبوع لأفضل صورة من منصات التواصل الاجتماعي. كان معكم بليغ صدين، لنا لقاء.